عرفت الساحة السياسية والاجتماعية تطورا في مجال توعية الشباب والطلبة وكذا تلقينهم مفاهيم الحياة السياسية، حيث أصبح الدور المنوط بفئة الطلبة والباحثين يتمثل في تشكيل المشاركة الفعالة في بناء مجتمع متماسك قائم على مبادئ الحرية والاستقرار. تفاصيل أكثر مع كنزة حاج حمدري. حقوق الإنسان مطلب قانوني وإنساني يحتاج له أي مواطن، وهو مطلب شمولي جامع للحقوق المدنية الثقافية الاقتصادية والسياسية، وتعتبر المنظمات الدولية غير الحكومية أساساً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. ومع التطور السياسي الذي شهدته الجزائر مؤخراً، سعت الجامعة إلى إيصال فكرها عبر ملتقيات علمية حال كلية الحقوق جامعة الجزائر واحد، التي دارت حوارات الملتقى حول مشاركة الجمعيات في خدمة المنفعة العمومية. سجلنا ارتياح كبير للجامعة الجزائرية لوزارة التعليم العالي في احتضان هذا الملتقى، وهذا ما يزيد قوة ويزيد تطوعا لخدمة الشباب من بينهم الطلبة في قيادة الجمعيات مستقبلا، وهذا ما يفعل الخدمة العمومية. هذه الجمعيات هذه راح تشارك في تخفيض الأعباء اللي تقع على المرافق العمومية، مثلا لما تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة، لما تساعد بقيام بدورة تكوينية مثلا في قطاع التعليم أو في قطاع الصحة تساعد المرضى، فهي تخفف عن الأعباء وتخفف عن احتياجات العامة للمواطنين. ومع التنامي الملحوظ لعدد ومجال الجمعيات واختصاصاتها، أصبح نشاطها يضفي قيمة تكميلية للنشاط العمومي، إذ تسعى السلطات العمومية لترقيتها بغرض تكريس مشاركتها في تسيير الشؤون الاجتماعية والسياسية، ما زاد من حجم مسؤولياتها في استثمار الميادين المرفقة لها، أبرزها حقوق الإنسان ومراقبة الانتخابات والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. غالبا ما نعتمد على الدولة أو على الإدارة في تسيير شؤون الحياة العامة، إلا أن هذه التجمعات يمكن أن تعطي إضافة جديدة أو إضافة نوعية في الحياة العامة، وهذا ما تطرق إليه الدستور الجزائري في المادة 48 وفي المادة كذلك 54، أن الدولة الجزائرية تشجع إنشاء هذا النوع من الجمعيات وكذلك ازدهارها وترقيتها. ننوه لكون هذه الجمعيات بمختلف مجالاتها وتخصصاتها أن لها دور هام في خدمة المنفعة العمومية من خلال مشاركتها في مختلف القطاعات، ذلك أن الأدوار التي تلعبها مهمة جدا، خاصة في مجال إيصال أصوات الشباب ورفع الوعي الجمعاوي. إن حرية الجمعيات والتجمع من أكثر مظاهر التحرر في العالم بالنسبة للمواطن، ولها من القيمة أكثر من حرية الأحزاب السياسية والنقابية، كما أنها أصبحت شريكاً أساسياً في خدمة المنفعة العمومية، فقد اعتبرها الباحث توكفيل أول الحريات وأسماها.